السلام عليكم ورحمة الله، معكم نادر رضوان في درس جديد من دروس البيولوجي أميزون. اليوم غادي نهضرو على لا تكنيك شيميك بوغ لا بيولوجي. بعد ما درت لي دو فيديو الأولى وعجبكم على ليكستراكسيون ليكيد إليكترود سوليد اللي تقدروا تلقاوهم في لاشين، اليوم غادي نهضر على لا دوزيام تكنيك ديال لا سيباراسيون اللي هي لا كروماتوغرافي. ألوغ في لا كروماتوغرافي، كاينين بليزيور شيب كروماتوغرافي، ولكن اشنو هي بعدا لا كروماتوغرافي؟ لا كروماتوغرافي لا ديفينيسيون ديالها ببساطه هي سيتون تكنيك دو سيباراسيون دي موليكول دا ميلونج دون دو فاز. كاينه لا فاز كي ستاسيونير ولا فاز موبيل. الوغ لي تيب ديال لي فاز، لي تيب ديال لي كروماتوغرافي هما اللي كيحددوا لنا لي فاز. مثلا شحال كاين تيب؟ كاينين تخوا تيب، كاين كروماتوغرافي اون فاز غازوز، كاين كروماتوغرافي سو كوش مانس، وكاين ال اش بي ال سي اللي هي هوت بيرفورمانس ليكويد كروماتوغرافي. الوغ لي بلوز يوتيليزي هما هاد جوج حيت سون بلوز سوفيستيكي بلو ديفلوبي. هادي الي اونسيان، علاش؟ حيت كيما كنقولوا قديمه شويه، وهي لا باز هي كوشمانس كروماتوغرافي سو كوشمانس اللي ما كتستعملوش بزاف. لا كريتير ديال الكلاسيفيكاسيون ديال هاد لي تكنيك هادي، سولون الاولى سولون لا ناتور دو لا فاز، ناتور فيزيك دو لا فاز. اش كنعني بلا ناتور فيزيك دو لا فاز؟ في لا فاز موبيل ديال اش بي ال سي اون ان ليكيد، في لا فاز موبيل ديال سي بي جي اون ان غاز. هنا لا ناتور ديال لا فاز موبيل مبدله عند هادو، هادي كروماتوغرافي سو كونشمانس. لا فاز موبيل ديالها حتى هي سيتا ليكيد. لا فاز ستاسيونير عند كروماتوغرافي سو كونشمانس سيتا بابي واتمان. مثلا la phase stationnaire de l'HPLC, on a une résine, des petites billes. La phase stationnaire de chromatographie sur Cushman's, on a la phase qui a la silice, c'est un produit chimique qui coulasse la phase. La phase stationnaire de l'HPLC, c'est une colonne de deux phases, de deux types. On a la phase stationnaire, il y a une colonne. إما رومبلي عامرة ولا كولون كابيلار. كما كتعرفوا واش كتعني كولون كابيلار؟ يعني كاين واحد الباساج خاوي هنا بحال الكابيلار ديال لو سون ملي كيدوز، و رومبلي كتكون لا كولون كاملة عامرة. هادي لا كولون كابيلار إلي بلو يوتيليزي en CPG ou a dit plus utilisé l'HPLC. Chromatographie sur Cushman's, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'on a un réservoir fait le liquide ou le papier liquide qu'on a. Ou la migration, la séparation qui est le tige qui est migré. Ce qu'on a dit, c'est le TP de la biochimie, de la biochimie. هادو اللي بغيت نوضح لكم هو لي تيب ديال لي فاز و لي تيب ديال لي ديفيرونت ناتور دو فاز اللي كيكونوا عندنا. قلنا حتى الكريتير دو كلاسيفيكاسيون كاين لا ناتور فيزيك دو فاز، كاين الكريتير ديال الثاني هو لو بروسيدي اوبيراتوار، يعني الطريقه ديال التجربه كيفاش كنديروها، لا سوا في الاش بي اس اي لا سوا في سي بي جي لا سوا في هذا. وكاين لي فينومين دو سيباراسيون، لي فينومين دو سيباراسيون اللي كاينه في الاش بي اس اي ماشي هي نفس اللي كاينه في سي بي جي، ماشي هي نفس اللي كاينه في سميتو في كروماتوغرافي سور كونشمانس، يعني كاين واحد لا ديفيرونس. الوغ دابا غادي نهضروا على لا تكنيك الاولى اللي هي السي بي جي كروماتوغرافي سور كونشمانس، عفوا كروماتوغرافي اون فاز غازوز. اشنو غادي نحتاجو فيها؟ شنو غادي نخدمو فيها؟ الوغ بعدا نشرح لكم البروسيدي اوبيراتوار ديالها. كروماتوغرافي سو اون فاز غازوز كتم بهذا الشكل، كيكون عندنا ان ريزرفوار دو غاز
اللي هو قلنا لا فاز موبيل ديالنا كتكون عندنا لا كولون اللي هي لو بلوز يوتيليزي هي كولون كابيلار اللي هي لا فاز ستاسيونير وكيكون عندنا لونغوجيستخور. ولكن كيفاش كتخدم لاش بي اس اي ونقولو ان اورديناتور؟ هنا عندنا لو ميلونج ديالنا فين غادي انجيكتيو لو ميلونج. الا ما كنتوش فاهمين شنو كنقصد انا بهادشي، كيكون عندنا ان ميلونج ياك، عندنا ان برودوي شيميك لي فيه ان ميلونج، فيه موليكول ا موليكول بي موليكول سي. حنا هاد لي موليكول بغينا نسيباريوهم، كيفاش غادي نسيباريوهم؟ غادي نستعملو لا كولون كابيل و نستعملو لا سي بي جي اللي هي كروماتوغرافي اون فاز غازوز. هاد لي موليكول هادو اشنو غادي نديرو ليهم؟ غادي انجيكتيوهم في الميلونج، غادي انجيكتيوهم هنايا مثلا، اون فا انجيكتي هاد لو ميلونج هنايا، غادي يدوز لنا من لا كولون كابيلار، غادي يدوز دوز ا و دوز بي و دوز سي. ولكن في لونجيستخور ما غاديش يخرجوا لنا كاملين، ما غاديش يخرجوا لنا كاملين، تخرج لنا ا بي و سي لا، حيت شاك موليكول عندها لي كاركتير فيزيك ديالها، فيزيكو شيميك ديالها، فهمتي؟ كاين لي هادي كبر من هادي كبر من هادي، فهمتي؟ مثلا كل موليكول غادي تخرج لنا في واحد الوقت محدد، وداك الوقت المحدد فين كتخرج هي اللي كان اورجستريو حنايا. مثلا الا كانت با كانت بي ولا ا عندها بلوس د لافينيتي، يعني قادره لانها تلصق في لا كولون كابيلار ولا كولون كابيلار اللي قلنا دايره هكا اللي فيها هنايا هذه لا فاز ستاسيونير، كتكون هنايا كتكون في ليكستريميتي ديال لا مومبران ديال لا كولون. كيفاش كيتمو هاد لي موليكول؟ لي موليكول كيوقع عندهم واحد لانتيراكسيون هكا وهما غاديين، كاين الغاز كيدوز ياك، وكينقل لنا ا و بي و سي، كينقلهم وكينقلهم بهاد، كيكون عندهم هاد لانتيراكسيون ما بين لي كابيلير ديال لا كولون. دونك ماشي كلهم غادي يخرجوا دقه، غادي يخرجوا مختلفين. مثلا الا كانت كبيره بزاف غادي يكون عندها بلوس دانتيراكسيون لي كولون كابيلار، عكس سي اللي تكون صغيره بزاف غادي يكون عندها، وبالتالي غادي يخرج لنا لي بيك كروماتوغرافيك ديالنا هكا، مثلا ا سي عاد بي هي الاخرى غادي تخرج، غتخرج لنا ا هي الاولى في واحد الوقت محدد، في واحد تي محدده هادي غتخرج في واحد تي ثاني، وهذا مثلا غادي تخرج 5 دقائق الاولى، هذا تخرج في 15، وهذا تخرج في 20 مينوت. وهنا غادي تتم لا سيباراسيون ديال لي موليكول ديال الميلونج ديالنا اللي كاين هنا في هذا الوقت المحدد ديال 20 دقيقه. وهنا كنقولوا بان اون اوتيليزي لا تكنيك سي بي جي كروماتوغرافي اون فاز غازوز بوغ لا سيباراسيون ديال هاد لو ميلونج هذا. دونك كيفاش هكا هو لو بروسيدي اوبيراتوار؟ حنا كنانجيكتيو لو فوليوم ديالنا ديال لو ميلونج ديالنا هنا اللي فيه ا و بي و سي، كنديكلونشيو لو غاز باش يمكننا انه يديبلاسي لنا هاد لي موليكول ديالنا، كيدوزو اترافير هاد لا كولون كابيلار، واي وحده غادي تخرج الاولى راه غادي تاونجيسترا باش كتعطي لنا في لورديناتور. كناخدو حنا هاد لو بيك، هاد لو بيك كروماتوغرافيك ديالنا هكا كتسمى. الوغ شنو كنحتاجو حنا في السي بي جي؟ شنو كيطلبو لنا؟ الوغ كيقول لك بعض المرات حسب ليا ان، و ان هي لو نومبر دو بلاطو تيوريك. كيقول لك حسب ليا ار اس لا ريزولوسيون، ولا ريزولوسيون هي اللي كتعطينا ايدي على لا سيباراسيون، واش الي افيكاس ولا ماشي افيكاس. كيقول لك حسب ليا لو طون دو ريتونسيون، لو طون دو ريتونسيون اللي هو الوقت، وهذا كيكون معطينا الوقت لو طون دو شاك بيك، لو طون دو شاك كومبوزي. كيقول لك حسب ليا مثلا لو فوليم دو ريتونسيون، فهمتي؟ خصك تكون عارف القاعده، مثلا لو فوليم دو ريتونسيون ولا لو فوليم مور هو لو طون دو ريتونسيون فوا لو ديبي، كيكون عاطيك لي ديبي وكتحسب انت لو طون دو ريتونسيون ريدويت، لان كيقول لك حسب ليا لو طون دو ريتونسيون ريدويت اللي هو لو طون
de rétention, moins le temps mort. Le nombre de plateaux théoriques temps de rétention. Elle a le temps de largeur à la base au carré. Qui veut que la hauteur équivalente à un plateau théorique. Qui veut que la hauteur de la plateau théorique H. H, qu'est-ce L, la largeur de la colonne, ou la longueur de la colonne, elle a le nombre de plateaux théoriques. H, nous, la largeur à la base. Maintenant, qui connaît le pic derrière la largeur à la base, c'est la largeur à la base. La largeur à la base. La résolution. La résolution, il y a de d'étaler la variation de temps de rétention sur l'ensemble des largeurs à la base. Les règles sont importantes, il faut les apprendre par cœur, parce qu'elles ne sont pas nécessaires beaucoup. هنا غادي نعطيكم مثال ديال التمرين اللي غادي نخدمو من بعد باش تفهموا كيفاش كيطيحوا لي كيسيون في هاد لا تكنيك هادي ديال السي بي جي. المهم هادشي اللي نقدر نقول لكم على السي بي جي. نتمنى تكونوا فهمتوا. دابا غادي ندوزو نخدمو واحد التمرين بسيط باش تفهموا تفهموا كيفاش غادي نخدموا حنا هاد لي جيسي. الوغ عندنا هنايا هاد التمرين هذا هو قديم شوية غير باش تعرفوا كيفاش تعرفوا كيفاش تخدموا. كالكلوغ سكو ان كومبوزي اي ايلوي سيتادير ليليسيون ديالو هو ملي كندوز في لا كروماتوغرافي كيخرج داك الاول اللي كيخرج كنقولو هذاك راه ايلوي يعني يخرج سوغ اون كولون جينير ان بيك كروماتوغرافيك بارفيتمون غوسيان. اش كيعني هذا الهضره؟ كيقول لك بان حنا درنا واحد البيك وخرج لنا هكا درنا واحد سميتو واحد سي بي جي دوزنا وخرج البيك هكا هذا هو لو طون لو طون بريتون كيقول لك لوسكو ان كومبوزي ايلو كون اون جينيرال ان بيك هو هذا كومون peut-on déterminer le nombre de plateaux théoriques n correspond à ce composé sur cette colonne? Kifach déterminer هنا السؤال الإجابة ديالو فاصل هو تعطيه لا سميتو تعطيه ليكواسيون ديال لو نومبر دو بلاطو تيوريك و لو نومبر دو بلاطو تيوريك شنو قلناه ليه هو 16 لو طون دو ريتونسيون على لا لارجور على باز الكل او كاري. ببساطة ما عاديش تحتاج مع بزاف ديال التمشغيل لأن قالك هنايا هي ديتيرمينو لو نومبر دو بلاطو تيوريك اللي قال لك حسبوا من بعد تحسبوا يعطيك شحال لا لارجور على باز ديالو يعطيك شحال لو طون دو ريتونسيون وغادي توصل سهله انك تحسب. قال لك اون كروماتوغرافي اون فاز غازوز دو كومبوزي ا اي بي اون دي طون دو ريتونسيون دو 5.4 اي 13.4 مينوت ريسبكتيفمون لا لارجور دي بيك ا لا باز اي دو 0.441 مينوت اي 1.07 مينوت. الوغ كيفاش ندير انا هادي؟ ببساطة نحسب سميتو هنا شنو قالك كالكولي لا ريزولوسيون اونتر لي دو بيك. بعدا قبل ما ندوزو نحسبو لا ريزولوسيون غادي نحسبو شنو قالك راه عندنا موليكول ا و موليكول بي ياك خرجو لنا في دي طون دو ريتونسيون ريسبكتيفمون ا عندها 5.4 و بي عندها 13.3 هادو هما لي طون دو ريتونسيون. هيا طون دو ريتونسيون ريدويت 5.4 13.3 ريسبكتيفمون وقال لك لا لارجور دي بيك اللي هي هذه لا لارجور دي بيك شحال كانت هنا في ا 0.41 وهنا 1.07 مينوت داكوغ. اشنو قال لك؟ قال لك كالكولي لا ريزولوسيون. اشنو درنا حنا في لا ريزولوسيون؟ لا ريزولوسيون قلنا شنو هي؟ لا ريزولوسيون هي لا لارجور دو ديلتا تي هي لا فارياسيون ديال طون دو ريتونسيون على l'ensemble des largeurs à la base. D'accord? Il a juste une tabac, le temps de rétention
RS اشنو كتساوي 2 دلتا تي؟ شنو هي لا فارياسيون ديال دلتا تي؟ هي 13 فاصلة 3 ناقص 3 4. لا فارياسيون هي طون دو ريتونسيون دو بي ناقص طون دو ريتونسيون دو ا سور لا لارجور ا لا باس، لونسومبل ديال لي لارجور ا لا باس هي 13 فاصلة 3 زائد ناقص 5.4 على 0.41 لا لارجور ا لا باس ديال ا بلس 1.07 ديال لا لارجور ا لا باس ديال بي. لا ريزوليسيون في هاد الحالة شحال كتساوي لنا؟ إلا حسبتوها غتعطيكم 10. الوغ كيما قلنا لا ريزوليسيون عندكم كتساوي، لا ريزوليسيون في هاد الحالة عندكم كتساوي 10.76. ندوزو السؤال الثاني، قال لك كالكولي لو نومبر دو بلاطو تيوريك اي لا هوتور ايكيفالون ا ان بلاطو تيوريك. اشنو هي لو نومبر دو بلاطو تيوريك؟ هو ان ان شنو قلنا كتساوي؟ هي 16 مضروبه في لا طون دو ريتونسيون ديال بي. مثلا سي اون فو كالكولي دو بي او كاري سور لا لارجور ا لا باس دو بي، هادي لا بغينا نقول لان كل نومبر دو بلاطو تيوريك كيكون ان سول بيك، ما كيكونش لونسوبل ديال بي، كيكون ان سول بيك. وكنحسبوه لو بيك لو ديرني بيك، يعني اللي كيخرج للخارج. الا قال لك حسب لي لا هوتور ايكيفالونس، ببساطه كيكون عاطيك لا لونغور ديال لا كولون و ان هي اللي حسبتي، هذه هي لا هوتور ايكيفالونس ان بلاطو تيوريك. نشوفوا السؤال الثاني، السؤال الثاني هو قال لك سي اون دوبل لا لونغور دو لا كولون كيل سوغ ليفي دو سيت موديفيكاسيون سو لا ريزولوسيون. الوغ عندنا قلنا لا كولون ديالنا مثلا فيها 5 متر، الا دوبلناها كبرناها ولات فيها زدنا واحد بلوس 5 متر، فهمتي؟ ولات 10 متر، شنو غادي يكون ليفي ديالها على لا ريزولوسيون؟ لان هاد لا ريزولوسيون بور فوتر انفورماسيون، لا ريزولوسيون سي لي سوبيريور ا 1.5 راه اوتوماتيكمون عندنا اون بون سيباراسيون، سي تادير كو لي بيك دايرين هكا A ou B ils sont bien séparés ou que la chaîne est pic diable. Il est qu'un lex, la résolution est inférieure à 1.5, elle a une mauvaise séparation. Elle est, c'est-à-dire les deux pics ne sont pas bien séparés, qui connaissent A ou B. Mais qu'il y a un retour là-bas. Donc, elle a une mauvaise séparation, elle a une bonne séparation. Il y a des décams dans la chromatographie, il y a des pics bien séparés ou bien identifiés. Parce qu'il y a quelqu'un qui identifie les molécules diables. الوغ قال لك الا دوبلنا لا كولون اشنو لو في ديرها على لا ريزولوسيون؟ حنا شنو كنعرفو؟ كنعرفو بان لا ريزولوسيون شنو كتساوي؟ لا ريزولوسيون هي دو لا فارياسيون دو طون دو ريتونسيون على لونسومبل ديال لارجور على باز. هذه هي القاعده الاولى والاساسيه، ولكن كاينه قاعده واحده اخرى اللي ما قلتها لكمش، هي ان لا ريزولوسيون اش كتساوي؟ هي كتساوي 1 سور 4 فوا الفا موانزا فاكتور دو سيليكتيفيتي على الفا fois le facteur de rétention K' est là K' plus 1 add fois la racine de n, c'est la racine de nombre de plateaux théoriques. C'est la relation que vous avez. C'est la relation que vous avez. C'est la calculer le double. Donc, c'est la relation que vous avez. Je vous laisse vous dire. Je vous laisse vous dire. فهاد ليكزومبل هذا. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نحسبو حنا قال لك غادي نكبرو لا لونغور ونشوفو لا ريزولوسيون ديالها. اشنو غادي نعتبرو؟ حنا في هاد الحالة غادي نعتبرو هادو كاملين كونستونت، غادي نسميوها كونستونت مثلا نسميوها كونستونت ا. هادي لا كونستونت ا، يعني هاد 1 سور 4 الفا موانز على الفا فوا كا بريم سور كا بريم بلس 1 كاملة كونستونت وغادي نسميوها ا. هاد لا ريزولوسيون كيفاش تولي لنا؟ الرجال هنا لا ريزولوسيون في هاد الحالة غادي تولي هي ا لا غاسين دو ان، داكوغ؟ الوغ لا ريزولوسيون قلنا هي ا لا غاسين دو ان. وقال لك سي اون اوغمونت لا لونغور، سي اون دوبل لا لونغور، شنو هو ليفي ديال لا ريزولوسيون؟ الا عطينا ديال لا ريزولوسيون 1 لا ريزولوسيون 2 ولا ريزولوسيون 2. ولكن قبل ما ندوزو لريزولوسيون 1 انا نعطيكم واحد المثال اخر نبسطو. هادي اش كتعني؟ كتعني بان لا ريزولوسيون 1 كتساوي لنا ا لا غاسين 2 شنو؟ لا غاسين 2 ال على اش، لان ال ان كتساوي هي لا لونغور على اش. دونك كيفاش غتولي لنا لا ريزولوسيون الثانيه؟ لا ريزولوسيون الثانيه قالك غادي نكبروها،
يعني لا جوسيون كتساوي لنا ا لا راسين ديال جوج ال اون فان دوبلي ما دوبلي لا لونغور ديال هذا على اش من هاد من هادي شنو كاين من 1 و 2 اشنو غادي يكون عندنا غادي تكون بلا ريزولوشن 2 على لا ريزولوشن دو 1 اش كتساوي لنا كتساوي لنا ا لا راسين دو دو ال سور اش على ا لا راسين دو ال سور اش اش كتعني هادي يعني بان غادي تمشي ا غادي تمشي ا مع ا غادي تمشي ال مع ال وعادي تبقى لنا وغتبقى لنا تمشي اش مع اش اشنو غادي يوقع غادي يوقع هتولي لا ريزولوسيون دو 2 على لا ريزولوسيون دو 1 كتساوي لنا لا راسين دو 2 لان هاد ال و ال غتمشي كامله اشنو غادي تولي لا ريزولوسيون دو 2 هي راسين دو 2 ار اس واحد لا ريزولوسيون دو 1 وها شنو غادي يوقع الا دوبلنا لا لونغور دو فوا هتولي لا راسين دو 2 لا ريزولوسيون الثانية هي أقل على لا راسين دو دو ريزولوشن الأولى نعطيكم مثال بسيط باش تعرفوا التغيير اللي غادي يوقع إلا دبنا لوفو إلا أوغمونتينا لا لونغور فوا كاتر إلا درنا هنايا كاتر نديرو هنا أربعة تمشي ال مع ال اش مع دونك قلنا الا طلعنا ردينا الا قلنا غادي نكبروها 4 فوا الا قلنا غادي نكبروها 4 فوا ماشي غير 2 فوا غتولي لنا لا راسين دو 2 كتساوي 4 فوا لا لونغ 4 ال سور اش الوغ الا ردينا هنا 4 ال سور اش غتولي لنا لا راسين دو 2 لا ريزولوسيون 2 كتساوي راسين دو 4 ريزولوسيون 1 سيتادير لا ريزولوسيون 2 سا سخا لو دوبل لان لا راسين دو 4 هي هذا سا سخا لو دوبل ديال لا ريزولوسيون 1 فهمتو طبيعة الحال تكون فهمت دونك كل ما اوغمونتينا لا لونغور راح نعادين اوغمونتي لا ريزولوسيون الثانيه بارابور لا ريزولوسيون الاولى هذا كان اكزامبل بسيط ديال هاد التمرين هذا عاودوه باش تفهموا شنو كاين المره الجايه ان شاء الله غادي نحاول نكمل انا لا كروماتوغرافي سور كوش سي بي جي كروماتوغرافي اون فاز غازوز المره الجايه غادي نهضروا على ليكواسيون l'équation de Van Diemeter l'équation de Van Diemeter elle a qui fait en retard les gaz les allez dire non la réalité qu'on a la phase mobile d'Yenna quel m'a comme la perdouane et je comme une vidéo maintenant je n'ai pas partagé au nas comme diffusez la vidéo bêche d'un FM et un modèle message modèle je suis à ça et pour ça ما تنساوش كما العادة تبارتاجيو تابوناو لاشين تابوناو لاباج فيسبوك تفعلو و بون كوراج ا توس و ا توتس